أكدت كثيرا على فكرة الحجاب كواحدة من ضوابط إباحة الاختلاط، ماذا لو كانت الفتاة غير محجبة؟ ما شأني أنا بها إذا كنت غضا للبصر؟ خلاص انتهى الأمر، أنا اللي عليك أفعلته، أدي الذي عليك واطلب من الله الذي لك. يعني اختلاطي كشاب مع الفتيات محجبة مش محجبة لا شأن لي أنا به، هذا شأنها هي مع الله، أي أنا لكن غض لبصري فعلت ما علي. الأصل أنني لا أستهدف هذا الاختلاط، جميل لا جميل، لكن أستهدفه. ما له علاقة هي مختلطة مش نعم، مختلطة، أما إذا هذا كان شأنها. وقع أنا أغض بصري. نعم، يعني عفوا أنا بعمل معاملة في مؤسسة دكتور، أبدا موظفة محجبة غير أبدا محجبة ليس من شأني. لا أبدا نعم أبدا. نعم نعم